أحسن الله إليكم. المستمع أحمد آي من جدة بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: رجل احتلم وقت السحر وتسحر، ونظرا لشدة البرد لم يغتسل إلا وقت العصر، فما صحة صيامه؟ وهل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ أفيدونا مأجورين. أما الصيام فإنه صحيح، يصح الصيام من الجنوب إذا كان احتلم النهار أو احتلم قبل الفجر، فالصيام يصح ممن عليه جنابة، لأنه لا يشترط للصيام أن يكون الإنسان على طهارة، لكن يبقى قوله إنه لم يصلي إلا عند وقت الظهر، كذا؟ بل وقت العصر. العصر، هذا أخطأ خطأ كبيرا. الواجب عليه أن يتوضأ ويتطهر بالماء ويستدفي بما عنده من التدفئة، ويسخن الماء إذا كان باردا شديد البرودة، يسخنه بما عنده من وسائل التسخين. فإن قدر أنه ما عنده ما يسخن به الماء ولا يتحمل برودة الماء، فإنه يتيمم ويصلي ولا يترك الصلاة تخرج عن وقتها. نعم.